السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين، وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق من أكثر دول العالم ضما للمفقودين. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. من يسمع صوتي منه؟ مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ضلينا بالفلوجة. لا حد سأل علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شمرت كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك، يعني احد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبه. احنا نريد زلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك، استنى على الزلم قال ساعة ويلحقونكم. ليه هسه؟ موالد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيت، انهجم بيتي اني. اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ضلينا محصرين هناك بالفلوجه، تحمل الجوع والضيق. ما حد يصرف علينا. اني مو جوعان على الطحين ولا على التمن. تعالوا خذوه انطوني زلمي. زلمنا اريدهم اني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طبعا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وكذلك من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم للمشاركة بتعليقاتكم استفساراتكم وأسئلتكم حول موضوع الحلقة لهذا اليوم وكذلك للتفاعل حول هذه القضية. طبعا أوصلت حكومات ما بعد الاحتلال في العراق الوضع الأمني والقانوني والقضائي إلى مستويات متقدمة من الفساد والانهيار الأخلاقي والمهني كذلك، لدرجة أصبح فيها كثير من القضاة والضباط والمحامين أدوات مسخرة لخدمة الأحزاب والميليشيات التي تحمل ولاء خارجيا وتسير الأمور وفق مصالحها ومصالح الجهات التي تدين لها بالولاء. ملف المعتقلين والمغيبين والمفقودين يعتبر أبرز ملف واضح وبارز للعيان منذ الاحتلال ولغاية اليوم، فقد مليت السجون والمعتقلات الحكومية والميليشياوية بمعتقلين أبرياء بسبب وشايات المخبر السري والدعاوى الكيدية التي أحيكت للمتهمين بدوافع طائفية أو بسبب خلافات شخصية. طبعا منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت حقيقة الأعداد الضخمة للمفقودين والمغيبين في العراق، إذ قدرت المنظمة الأعداد من 250 ألفا إلى مليون شخص في العراق. ثم خرجت الآن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق بتقرير أكد عظم الكارثة وحقيقة المأساة التي يعيشها العراقيون، إذ قالت في تقريرها إن العراق اليوم أصبح أحد أكثر دول العالم ضما للمفقودين على مستوى العالم، وهو تصريح كفيل بإدانة جميع حكومات ما بعد الاحتلال. مشاهدينا، هنا نطرح في هذه الحلقة مجموعة من التساؤلات ننتظر إجاباتكم عليها. بداية، كيف أصبح العراق واحدا من أكثر بلدان العالم ضما للمفقودين؟ لماذا يعتبر ملف المغيبين والمفقودين منسيا بالنسبة لحكومات ما بعد الاحتلال؟ وما الذي تمثله التقارير الدولية الصادرة بخصوص أعداد المفقودين والمغيبين في العراق بالنسبة للسلطة؟ وأين نتائج التحقيقات السابقة في قضايا المعتقلين والمغيبين؟ هذه الأسئلة طبعا وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تشاركونا بآرائكم حول هذه التساؤلات وإعطائنا الرأي في قضية المعتقلين المغيبين المفقودين وهذا الملف الشائك المستمر بالنسبة للعراقيين وكذلك المهمل بالنسبة لحكومات ما بعد الاحتلال. نبدأ طبعا بالأخبار أو مجموعة من الأخبار لدينا حول هذا الموضوع. بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي دعت إلى تحقيق في حالات الإخفاء القسري لمدنيين في محافظة الأنبار. البعثة قالت في تقرير لها في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري إن حالات الإخفاء هناك تدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار، داعية إلى محاسبة الجنات وتوفير العدالة لأسر الضحايا. هذه تساؤلات حقيقة في هذه النقاط نطرحها أيضا حول موضوع العدالة في العراق
وحول موضوع إجراء التحقيق العادل ومحاسبة الجنات. من هي الجهات في العراق القادرة على تطبيق هذه الدعوات الأممية؟ من هي الجهة القانونية أو الجهة الحكومية القادرة على تحقيق هذه المطالبات من الأمم المتحدة لمحاسبة الجنات وكذلك لتحقيق العدالة؟ من معنا الآن؟ السيد أبو حميد من بغداد، تفضل يا أبو حميد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الرافدين إن شاء الله. حياك الله، أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. تحية خاصة لك أستاذ محمد. الله يحفظك. والأخ أبو أسد. الله يسلمك. وكل إنسان شريف. بس أحب أن أوضحلكم مسألة. نعم. أنا كنت معتقل سابقا. وين؟ والله فرج شيء قبل فترة من الزمن وطلعت. وين كنت معتقل؟ بس ريدنسي. والله معتقل بالسجن في التاج أربعة. التاجي، نعم. زين. احنا أنا من حزام بغداد، من جنوب بغداد. أريد أن نوصل صوتنا. تفضل. أريد الناس تسمعنا إلى متى صارنا. يعني أقسم بالقرآن هسه لا أحكي لك يعني على المأساة اللي بالسجن، بس الله سبحانه عز وجل يديني. يا ريت تحكي لنا، يا ريت تحكي لنا أبو حميد، نريد نسمع منك ونريد نسمع هاي الشهادات، حقيقة هي مهمة للغاية. أولاً أنا أختلف، عندي أكثر من شهادة. نعم. أمتلك. زين الحمد لله والشكر، ومن عائلة ومن معروف على مستوى، الحمد لله والشكر. طيب. ثانياً إحنا بالسجن يعني شفنا شيء ما صاير، يعني أنت من يعتقلك شخص تعتقلك هو أمنية وسيطرات وباجات وعسكر قدام الناس، يعني أنت ما عندك شيء مأمن. طيب. يعني مجرد بس طبونا جوا، شفنا شيء ما شايفينه. قسم بالقرآن بالكهرباء، يعني الكهرباء شف شيء بجسمك، حتى يعني هسه على الهواء الناس تسمعني، يعني حتى بالذكر مالتك. زين. بدون يعني نعم يعني أوصل الفكرة. نعم. نعم. أي. لا مو إحنا يعني شد أوصل لك. نعم. من قد الشيء اللي شفناه كهرباء وقلط ورزاء، يعني أنطيك على بلا كان موجودين محققين، أبو هذا أبو شو اسمه ما لا مستحي ولا خايف، أبو يقول له ابو مقتدى علاء من اهل شو اسمه من اهل بابل. زين ابو مقتدى هذا شنو هذا رتبته علاء من بابل ابو مقتدى؟ هذا بالاستخبارات. نعم. بالاستخبارات يداوم يجونا قسم بالله العظيم بالليل لابسين تراكسودات وجزاير وكذا وضحك وحاب يظل يتعللون علينا للصبح، يقول العراق عراقنا، انت شنو انتم شايفين فيه؟ زين. نعم. يا احنا قلت لهم احنا بالنسبه لنا ما يعني حتى داخل المعتقل تكلمت هواي وشفت ضايم وشفت مأساة. نعم. يا احنا شنو شنو ذنبنا؟ قالوا ذنبنا وحده اثنين ثلاثه. يقول العراق عراقنا، انت صرت حفره حجر قدامنا. زين يعني هاي لا بس اسمح لي حتى نفهمها لهي النقطه والناس هم تفهم. يعني شنو العراق عراقنا وانتم عثره؟ يعني هو دا يتكلم وياك من مبدا طائفي لو دا يتكلم وياك من يا مبدا؟ قسم القرآن يعني مو طائف 100%. نعم. يقول العراق عراقنا، انتم شنو تشلتم بالعراق؟ نعم. يقول جريمه انتم تشتمون هوا العراق. جريمه انتم بالعراق تزرع، احنا عندنا مزارع وعندنا بسات، عندكم اراضي وعندكم كافي انتم. زين. انتم ناس بعثيه، ناس تكفيريه، ناس صداميه، شكو شيء خليه يجي. قلت له يابا احنا شنو بين وانه بتحكي وكذا. المهم تعذيب انواع واشكال فقط 17. نعم. زين شفنا تالي وعلاقات وتليفون وكذا ويمنع وانطينا فلوس في سبيل بس يستخروننا وين السجن المركزيه الاصلاح اساس هاي السجن اصلاح مو طيب. انا اريد اسالك يا ابو حميد، السبب الاساسي اصلا لدخولك او اعتقالك هو شنو؟ والله هي مسرحيه يدبوني انا ورجنت رايح دوامي بالكليه رايح. نعم. وبالطريق نزلوني واليوم مباشر طبعا منزلوني هواي شباب يعني ورا شهرين الله يسوونه ما ذكره مال الاعتقال يروح. نعم. ما مندوب منعتهم للمحكمه ويسوونه مذكره على اي اساس انت شلون انت تحط لك واحد بالسجن وما عنده مذكره؟ نعم. زين وبعدين يجيب حاطين لهم شو اسمه مخلفات مال سلاح وكذا لان يصورون الناس يحطهم وراه ويصورهم ويوثقهم ويصير ويساعد وياه في ديزل بغداد. زين. نعم. انت صار ايش قد اعتقلوك مده اعتقالك؟ والله تقريبا 4 سنوات. ايش قد؟ اربع سنوات. اربع سنوات.
نعم. 4 سنوات حطيت اللي عندي والما عندي يلا طلعت، وتهمة كيدية. زين سيد ابو حميد، حتى هم نوضح للناس واحنا هم نفهم. نعم. الفلوس اللي حضرتك دفعتها لمن؟ والله دفعتها للاستخبارات. للاستخبارات؟ اللي قسم بالقران، يحاولون البغداد، يروح وين؟ يروح على اساس سجون شو اسمها مركزيه واصلاحيه وكذا، سمعانين عليها. طبعا احنا كنا باللي هناك كنا فوق 17، والله العظيم يجيبون لنا اكل بمواعين بها ريحه غاز وبنزين، يقصون سلاح بها ويجيبون لنا اياها. نعم. زين يجيب قسم بالقران من هناك الاكل، الناس اللي يزوي القرحه اللي كل اشكال. نعم. المهم انطينا فلوس نقول لهم خلوني، ودونا وين؟ للتاجر. غير جينا احنا السجون الاصلاحيه، الله اكبر. زين اول ما استقبلونا طبعا بسيطرات وحده اثنين ثالثه مال الشرطه الاتحاديه. طيب. مال الشرطه الاتحاديه اول ما تنزل ينتقمون من عندك. زين ينتقمون انتقام، قال حكي سوالف وضحك وكذا، جقاير يطفونها براسك برقبتك. نعم. جقاير يطفونها ودونا وين؟ خذونا شو اسمه؟ تروح وين؟ للمحاجر. كم واحد ينزل المحاجر تاخذ لك شهر شهرين. والمحاجر وما ادري اكثر من المحاجر ما تاجي، الله اكبر. شنو الوضع بيها؟ شنو الوضع بيها؟ الله اكبر. يجيك تعداد من هناك، زين اذا يبيع الرقم مالتك او ما سمحته هذا ما يسوي لك شيء، يروح يكمل تعداد مالته ويجي. زين يجيهم لا مني تعداد مالته تطلع ايدك من اصابعك من الشباك من الحديد من شبك ضرب على ايدك، هذا تعداد مالته. اسمك يضربك على ايدك، واذا سحبت ايدك ما له علاقه بيك يروح يكمل كله ويرجع وين عليك؟ يطلعك عاد يظل يشتغل بيك للصبح واجبات. نعم. من حد يستلم هذا الحكي استمر لك شهر شهرين ثلاثه وانت تفضل، عود بعدين ينزلونك وين؟ للمجتمع للقاعات. القاعات شيء أسوأ من أسوأ. زين يودون. نعم. التاجي باء اربعه اي اربعه باء. نعم. كان مسؤول علي شو اسمه صفاء، سيد صفاء. هذا سيد صفاء. شنو سيد صفاء؟ لحظة سيد أبو حميد، شنو سيد صفاء؟ سيد صفاء ضابط لو معمم؟ شنو سيد صفاء؟ لا سيد صفاء مسؤول على شو اسمه؟ يصيحوا له سيد صفاء؟ يعني هو ضابط عسكري لو شنو وضعه حتى يصيحوا له سيد صفاء؟ لا مو ضابط عسكري، هو مسؤول عسكري مدير أو كذا، مسؤول على والله. طيب. هذا سيد صفاء يجينا بالواجب مالته، لابس تراب سود ومدني بالليل. طيب. يستنقي من عندنا، قوم انت شيء شيء، الشريك يطلعونه يظل يتعلل عليك، زين يعني ما خلصت. شو يسوي؟ ياخذك جوا شو اسمه؟ جوا الدرج اللي من القريب مال الحراس. طيب. الباب الخارجي. يربطونك على الدرج يشغلونك هاي الصبح يظل الواجبات عليك. نعم. زين. اخر شيء اخر مره من مرة اي تفضل باختصار. طب مره من المرات علينا قال اريد قلنا له ناس مرضى تدرن، قال طلعوني يمكن تعدادنا فوق ال 500 فوق ال 500 واحد. طيب. قال طلعوا لي اسوء اثنين قسم بالله ما ادري عليه، قال طلعوا لي اسوء اثنين. طلعت اني كان عندي بالمعدمات صار بها شو اسمه اي اني ويا شخص من اهل دياله. طيب. دول اسوء اثنين، يعني احنا كان 15 يوم قاطع الاكل. زين؟ اي صار جبته وما عندي بلا معاه. طلعونا والله العظيم التوابيت موجوده بالتوابيت مسطرين بالطبابه. هاي الشتايم والقلط والرزايل علينا للطبابه. دول اللي يعني يعني, يعني بس لحظه، من طلعك انت حضرتك مريض. نعم. عالجوكم لو شنو الوضع يعني طلعوا لي اسوء اثنين؟ انا من طلعنا بطانيه ما اقدر امشي. طيب. زين طلعوني بطانية السالون جروني، هذا اللي ولدي وياي من دياله نسال الله يرحمه. نعم. شاني قال هو بيتدرن، قلت له انا ما اقدر خطيه شاني هو ودوه. المهم ورا اسبوع اقل اسبوع اقسم بالله هو توفى، وانا سبحان الله عشت الله نجاني. هو توفى كان طبعا. نعم. الحاله الصحيه مالته افضل من عندي. نعم. ابو حميد اني طبعا يعني حقيقه لو نقعد منا انا الثلاث حلقات اربعه الموضوع وياك ما يخلص، بس انا اريد باختصار شديد بكلمتين لو سمحت. نعم. الافراج عنك والله. الافراج عنك تم باي طريقه؟ ورا ما دفعت فلوس تمام، بعدين ايش صار باختصار شديد ارجوك؟ لا
كلام طويل. اولا احنا انا اشتريت موبايل بالسجن، المنتسب جاب لي اياه، جاب لي الشاحن هاي ام 1000 ونص. طيب ام 1000 ونص جابها ب 150 الف، وموبايل صرصور جاب لي اياه مليونين 750 الف. طيب اي وظليت قسم بالقران بين مليونين 750 هذا الصرصور 15 بسعر السوق. نعم ابو حميد بس خليك وياي بلا زحمه عليك. حضرتك دا اسالك من دفعت الفلوس إيه؟ تمام اللي إيه؟ هي اللي نعم. الاستخبارات دفعت الفلوس للاستخبارات نعم. شخص معين بالاستخبارات ضابط اعطيته نعم. الفلوس إيه؟ بعدين نعم. صار باختصار حتى بس نعرف شلون طلعت وانتهى الموضوع. هو حولونا عاد للش اسمه ضليت اشترينا موبايل وتابعت الش اسمه على محامي. طيب من واحد لواحد وصعدونا محكمه جابوهم دول اللي جابوا الجماعه. الكلام طويل وعريض. أيه؟ جينا وانطونا طلع صراخ ورا طلع صراخ ست شهور تقريبا ست شهور الا يمكن اربع ايام خمسه يلا طلعت. طيب انا اشكرك. نعم انا اشكرك يا سيد ابو حميد والحمد لله على السلامه، وان كانت هاي الطريقه هي اللي طلعت بها لكن الحمد لله ان انت طلعت. يعني سيد ابو حميد هو قصه يعني بها تفاصيل كثيره حقيقه، ولكن وقت الحلقه وضيق الوقت هو اللي يحددنا بهذا الوقت ويا السيد ابو حميد انا اشكره. السيد ابو فيصل من السعوديه تفضل. ويانا سليمان مين من كركوك تفضل يا سليمان. السيد سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخ العزيز؟ الله يسلمك حياك الله. اخي انا والدي مسجون سجن سوسه. يا سجن؟ سجن سوسه. سوسه نعم. واتمنى يوصل صوتي لكل الصنوف الدوله. طيب. يعني يا اخي ما يصير هيك، خابرنا والدي من هناك الاكل ابسط الاكل حيل غالي. نعم. مصرف ما عدنا نودي لهم. نعم. هاي مو دولة. اخي نعم. يعني ابسط شيء عندك كيل البصل ب 10,000 دينار. نعم. لان هم كيف بالشعب مالتهم 40 واحد. نعم. يعني ما انا طالب بالعفو العام. طيب شنو تهمت والدك؟ طلبه عشائريه استاذ العزيز. طلبه عشائريه؟ طالب عشائريا طالب العفو العام ندرب عليهم ما يصلح. نعم. صار له شقد معتقل؟ صار له 10 سنين استاذ العزيز. 10 سنين على مطالبه عشائريه، وشقد تهمته؟ شقد مده الحكم كلها؟ المده مالته اعدام مؤبد استاذ العزيز. الله يكون بعونكم يا سليمان ونتمنى صوتك يوصل. انا اشكرك للمشاركه من كركوك. ابو علي من بغداد تفضل. ابو علي من بغداد. السيد ابو علي موجود؟ فقدنا الاتصال. طيب مشاهدينا، طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت ان العراق بات اليوم احد الدول التي تضم اكبر عدد من المفقودين في العالم جراء عقود من النزاعات المسلحة المتعاقبة وفترات اتسمت بشيوع الفوضى. أضافت اللجنة الدولية أن مصير مئات الآلاف من المفقودين العراقيين ما زال مجهولا، في الوقت الذي تبحث الكثير من العائلات عن ذويها وتعيش في حيرة من أمرها بسبب حالة عدم اليقين بشأن مصير المفقودين. طبعا اللجنة الدولية أكدت أن معظم عائلات المفقودين التي تركت لسنوات بدون إجابة عن مصير أبنائها لا تزال تمر بصعوبات معيشية وقانونية، وهي مضطرة للتكيف مع هذه الخسارة الغامضة على نحو يومي. نكمل بهذا الحديث. طبعا اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دعت المنظمات الدولية إلى الخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات جادة للكشف عن مصير المغيبين في العراق. اللجنة قالت في بيان لها إن بمناسبة اليوم العالمي للمغيبين أن الإخفاء القسري يعد أحد جرائم الإبادة التي تستوجب محاكمات دولية. نكمل الحديث بهذه الأخبار بعد قليل. معنا الآن متصل السيد أبو محمد من الموصل. تفضل. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك. تحياتي لك أستاذ محمد. الله يسلمك. أستاذ الرافدين. حياك الله. الله يخليك ويرحم والديك. والدي. يعني بداية أول اتصال. نعم. شدني جدا اتصال الأخ أبو حميد. نعم. يعني أوجز بما الموضوع ولو يراد له حلقات هو. نعم.
بس اوجز المعاناه اللي كانوا يعانوها المعتقلين بداخل السجون. نعم. وهذا فيض من غيب. نعم. استاذ محمد. طيب. كان الاجدر من حكومه الكاظمي كان الاجدر باول ما يكافح الفساد يكافح الفساد بالقضاء. طيب. مجلس القضاء الاعلى اللي هو بؤره الفساد. نعم. واللي هو مسيس اصلا. نعم. ها واللي جار على احكام على المعتقلين احكام ما انزل الله بها من سلطان. نعم. على فئه معينه واحنا ما نحكي نهج طائفي نهائيا. نعم. لانه اللي داخل السجون هم من المكونين. نعم. فاحنا من نحكي على عفو عام او شيء نطالب للطرفين. نعم. ولكل الاطراف اللي موجوده لكل الاديان الموجود الاديان والقوميات اللي موجوده والطوائف الموجوده بالعراق. نعم. لانه وضع تحت ظروف كل الجائره وظروف استغلوها الساسه السياسيين. نعم. استغلوها لاغراض تجاريه. ولاغراض تمويل احزاب. نعم. فالموضوع شائك وطويل. ها واحنا دائما. طيب. دائما نطالب. نعم. بالعفو العام عن المعتقلين لانه التهم الموجهه اليهم. نعم. سواء كانت على المخبر السري او تهم كيديه شكاوي كيديه هذه المفروض الحكومه تعرف بها تعرف كل الزيان. طيب يعني حضرتك دا تقول كلام مهم الان. الحكومه هل يعقل ان الحكومه ما تعرف تفاصيل اللي يصير بالسجون والمعتقلات؟ هذا امر مستبعد خاصه بالنسبه للكاظمي اللي كان رئيس جهاز مخابرات. السؤال هو ليش منسي الموضوع منسي بالنسبه لحكومات ما بعد الاحتلال ان كانت حكومه الكاظمي او غيرها؟ ليش الموضوع مو مهم بالنسبه لهم موضوع المعتقلين؟ استاذ محمد انا لتجاوبك على سؤالك بسؤال ايضا. طيب. اللي هو الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات. نعم. يعني ما من المعقول يخفى عليها هيك موضوع. نعم. يعرف حق المعرفه ويعرف السجون مكتظه بهذه التهم الكيديه والمخبر السري. يعرف كل الزيان. يعني المفروض اول ما يستلم القضاء. نعم. القضاء ووزاره العدل وبعدين وزاره العدل تكافح الاكتظاظ الموجود بالسجون، تفتح سجون، قاعات سجون مثل قاعه الامل وقاعه ما ادري شنو هذه. نعم. بالحله وبغير الحله يعني. نعم. مو معالجه واحنا بوضع خطير جدا. وباء هذا وباء عالمي يعني. نعم. انتشر بكل العالم يعني فاجعه قنبله موقوته بالوقت اللي اذا 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 انصاب واحد بالسجن يعني السجن كله حتى الاصلاحيين. نعم. زين الاصلاحيين دا يطبون ويطلعون ايش مدري ما بيهم وباء انتشر بين السجناء. نعم. يعني المفروض من باب انساني اطلاق قانون عفو عام وباسرع وقت. طيب انا اريد اسال ايضا سؤال يا سيد ابو محمد ويا حضرتك. نعم. الموضوع انه دا نسمع قضايا وحالات يكون محكوم عليها بالاعدام او بالمؤبد وفق تهم ارهاب وبعدين يطلعون بكفاله. نعم. يعني ادري هذا الارهاب شنو توصيفه. نعم. بالنسبه للسلطه او شلون تتعامل ويا هذه الاوضاع. يعني مثلا انه هي تدخل. نعم. المعتقلين الابرياء بتهم ارهاب. طيب دخلوا بتهم ارهاب. نعم. تعرضوا للتعذيب اعترفوا على نفسهم لكن يطلعون وفق. نعم. رشاوي وغرامات وغرامه ماليه يدفعوها. هل هكذا يتم تحقيق العداله بالعراق بهذه الطريقه طريقه الرشاوي والفساد؟ يستحيل استاذ محمد. ما هو هذا الباب اللي يكونون نفسهم به سواء كانوا احزاب او اشخاص. يعني ابتداء من ضابط التحقيق من بدايه الاعتقال وبدون. نعم. مذكرات امر اعتقال قضائيه من هذه من بدايتها الى ان يطلع هو يظل. نعم. يسرد فلوس على قولة عربنا يسرد. نعم. فلوس. يعني اكو ناس هسه باعت العدها والما عدها والله العظيم يعني يتمنى سخينه يقعد بيها بس في سبيل يطلع ابنه. نعم. او. نعم. اخوه او ابوه. ها يعني ناس فقدت كل شيء فقدت حتى الامل. نعم. بنفسها وبحكومتها وبكل شيء يعني هسه بكل بيت فيه معتقل عندهم عزبه لميت. نعم. نعم. والحكومة تعرف كل الزين هالشيء هذا والله العظيم اكو ناس استفادت سواء من القضاء او من المحامين او من الضباط او من المنتسبين. نعم. اللي هم المشرفين على السجون هذه والله صاروا
هاي رايز يعني انا اشكرك سيارات نعم وضحت الفكره سيد ابو محمد انا اشكرك شكرا جزيلا. طبعا هذا اكبر دليل على انه ما يقال او ما يؤكد على قضيه تلفيق التهم للمعتقلين هو اكبر دليل اثبات ما نسمعه الان بخصوص خروج المعتقلين او المتهمين بقضايا ارهاب بمقابل مادي، هو اكبر دليل يدين هذه السلطه ويدين النظام، نظام التعامل مع المعتقلين، يدين النظام القضائي ونظام الامني كذلك، بانه يتم جلب الابرياء وادخالهم الى السجون والمعتقلات تحت التعذيب للتوقيع على اعترافات لكي يدفعوا مقابل مادي كي يخرجوا. هذا أكبر دليل على أن هذه التهم هي تهم باطلة. معنا السيد أبو علي من النجف، تفضل. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية طيبة إلى قناة الرافدين. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحفظك سيد محمد. أنا أحكي قصة يعني صغيرة أخذت لك إياها على السريع. أي إحنا تركنا مال الحشيد معك داجي. طيب زين، بس احنا هناك من اشتركنا تبي الحشد مو مثل جهه واحده، انواع الاحزاب والهذي وهاي شكلها نعم زين، بس بدي وهذا شو اسمه الخزعلي وهواي شكله. طيب والله صدقني صدقني والله شفت عيوننا يكبشون السني ياخذون سياكل هذا نعم الفقير، احنا قدام عينه شفنا سياره ذيك دبل قمار حمقى نعم خذوها من عنده صبغوها عسكريه زين، طيب صبغوها عسكريه زين وحطوا عليها ورجعوا شافوا ما ادري خذوه. هاي هاي قدامنا شفناهم والله يا اخي الحمد لله. بيجي معركه بيجي زين نعم. يطبون على قريه، يسكنون القريه اكو قريات واحده على الثانيه مسافه كل واحده 4 كيلوات 5 قريه صغيره ما فيها شيء 20 نعم. بيت 30 بيت يطوقوها اول مره ويشوفون يرمون عليهم يقولون انتم ما تروح علينا الحشد عندهم مرضوا عليهم يجون ياخذون كل شبابهم. هذا الحشد يا ابو علي الحشد نعم احنا مشتركين وياهم والله وعفناهم الحشد نعم والله من شفناها عفناهم الحشد وعفنا ورجعنا بيتنا بعد ما ركنا وياهم. هذا حضرتك كنت متطوع؟ اي متطوع لله نعم 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 صادق صادق لله. انا قصدي يا سيد ابو علي نعم صادق، انا قصدي انه حضرتك كنت متطوع شفت اللي دا يصير على يد الميليشيات اللي داخله ضمن الحشد. اي والله صدقني يا سالم محمد هم كسلوا السنه والله اجل شيء كسلوا بالسنه والله نعم. خطيه واللي موجودين اليوم هم نفسهم اللي كانوا بمعارك بيجي وقبلها نفسهم هم نفسهم استاذ نعم. بقوا هم والشرفاء نعم. من الحشد ترى طلعوا اكو ناس نعم. شرفاء نعم. ما قبل على الوضع هذا وين كانوا نعم. نعم. يعني احنا جماعه وايد كنا متطوعين بس مش شفنا هذا الوضع والله بعد ما رحنا. احسنت يا ابو علي تكرم والله لو اقول لك سوالفهم غير تكشي عليهم والله نعم. تكشي عليهم يعني ابو علي طبعا شهاده حضرتك انا اشكرك شكرا جزيلا طبعا للمشاركه. شهاده حضرتك هو تاكيد على الانتهاكات التي اعلنت عنها المنظمات الدوليه، احنا ما نقول العراقيين خلينا نقول الدوليه حتى لا احد يجي يقول لك هذا دا يتكلم باسلوب طائفي. المنظمات الدولية اللي هي لا تمت للعراق بصلة سوى بتقاريرها التي تخرج عن وصف الوضع بالعراق وليست مستفيدة من جهة موجودة بالعراق لأنه ماكو حد يفيدها، الحكومة ضدها ما يعجب هاي التقارير، خرجت مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أو حتى الأمم المتحدة اللي مناصرة لهاي الحكومة خرجت بعد أن أحرجت بسبب الانتهاكات اللي قام بها الحشد. هيومن رايتس ووتش قالت بأن الجرائم التي ارتكبها والانتهاكات التي ارتكبها الحشد ارتقت إلى مستوى جرائم مع داعش، يعني بمستوى واحد مع جرائم وانتهاكات داعش هذا الحشد. العفو الدولية نفس الكلام. الأمم المتحدة تحدثت بتقارير كثيرة من ضمنها وهو من أبرز التقارير التي خرجت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة التي تحدث عن عمليات الاعتقال والخطف والاغتصاب التي قام بها الحشد مع الجيش القوات الحكومية. طبعا داعش أيضا هو طرف موجود بهذه القضية أصلا بكل القضايا لكن نقصد الحشد. طيب سامي من كركوك تفضل. تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. شلونك يعني؟ الله يسلمك الحمد لله أستاذ محمد. بالنسبة للمحتقرين نعم داخل العام نعم لان هناك الاف مال ابرياء هم ما مرتكبين اي جرم او ذنب. اها المساومات والقضاء الفاسد انت تعرف
نعم يقبعون تحت خلف القبة. نعم. ايه فريد منكم ومن المنظمات ومن من الحكومة ما رجع الحكومة ما عندهم لا عفو ولا أي يعني شيء في ذي الناس. نطالب من الأمم المتحدة أن تضغط على هذه الحكومة لإصدار قرار العفو العام. نعم نعم. أنا أشكرك يا سيدي. يعني إيه تفضل تفضل. تفضل. أريد إطلاق صراحة المحكمة على أبرياء، لأن كلهم أبرياء. نعم. اللي عنده جرم ما يسجل لأن وراء حزب أو وراء منظمة تدفع ويطلعونه، بس نعم. المسكين البريء لا والله بالسجن. نعم نعم. إي والله سالم سمعت أريد إطلاق صراحة الأبرياء رجاء. إن شاء الله صوتك يوصل يا سيد سامي، أنا أشكرك من كركوك. شكرا جزيلا للمشاركة. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع اليوم لمن لم يعلم ما هو طبيعة الموضوع، موضوع الحلقة، الموضوع اليوم عن ملف المغيبين والمعتقلين في العراق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن العراق اليوم أصبح واحدا من أكثر دول العالم ضما للمفقودين. هذا التقرير وتصريح خطير للغاية، وهو تأكيد كذلك على ما قيل سابقا حول النظام القضائي الفاسد وكذلك نظام العدالة والنظام الأمني كذلك الموجود في العراق، الذي ملأ السجون والمعتقلات بالأبرياء الذين لا ذنب لهم والذين وجهت لهم التهم الكيدية. وهذا أيضا تأكيد على أن هناك أعداد كبيرة جدا من المغيبين والمفقودين، والحكومة صامتة عن هذا الملف. طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن العراق يعد الأول عالميا من حيث عدد المخفيين قسرا، على الرغم من التفاوت في أعداد الضحايا في تقارير المنظمات الدولية والمحلية. طبعا هذه أيضا تأكيدات أخرى حول الحقائق التي نتحدث بها اليوم في حلقتنا. معنا السيدة أم علاء من بغداد، تفضلي يا أم علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا ممنونين منكم وجزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج. الله يسلمك. إن الله عفو يحب العفو. نعم. أوجه رسالة إلى سيد الكاظمي وإلى كل شريف في هذا العراق، انه يرعف بهالامهات الزوجات هالاطفال اليتامى، كانما ترى اطفالهم يتامى. الطفل من ما يشوف ابوه 5 سنين وست سنين وعشر سنين كانه يتيم، فنريد يرعفون بحالنا. عمي لا تعطون عفو عام، ما نريد عفو عام، ها نريد اعاده محكمه. ارعفوا بحالنا. عندنا ها موجود المختار وموجود الامن الوطني، أعطونا مجال، أعطونا باب نفصل به. نعم. يعني ما نعرف وين الدار. ما نعرف، تعبنا والله تعبنا. الكل شريف هذا العراق، أني أناشد، أني أم عراقية. نعم. أم عراقية مشروع قلبي. حالي أني أحكي بالنيابة عني وأنا في الموصل. نعم. 10,000 معتقل عندنا بالتاجي. نعم. أروح أموت أبو محمد لما أواجههم، لما أشوفهم. نتعب اليوم صار لنا 8 أشهر ترى ما نعرف ولادنا طيبين لو ميتين ابو محمد. نعم. ماشي سيد الكاظمي، انت قاعد وعم تشتغل، وان شاء الله هم ربي مثل ما تنصر المظلومين، الله ينصرك على اعدائك. اسمعنا يا اخي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ارعف بحالنا، ما تطيح عفو عام عمي يسوي لنا اعاده محكمه. صدق واعتقد من تعمل اعاده محكمه ولا توقع على اوراق بيضاء. نعم. من التعذيب ونسوانكم كل جبتوه، انا اخويا معايا كان. نعم. كانت فرقه ذهبيه، اخويا راح خذوه حكمه 15 سنه
سنة لما لقيته. نعم. 15 سنة لا يوم ولا يومين. على شنو؟ بيدو سلاح؟ عنده شاهد؟ هاكو أحد جاء قال هذا الشخص عنده شيء معايا؟ نعم. شو تسوي أبو محمد؟ طيب. أستاذ محمد، شو تسوي؟ وين نلجأ؟ لمن نلجأ؟ تعبنا اليوم صار لنا 5 سنين. واليوم 8 أشهر ترى ما نعرف احنا كل شيء عنهم. نعم. ما نعرف هم طيبين ميتين. احنا من كنا نروح كل شهر ناخذ لهم فلوس وناخذ علاج نروح نشوفهم. هسه 8 أشهر هذا المرض يجوز اكلهم يجوز ماتوا. ما نعرف لمن نوجه نداء. الخاطر كل من هو خاطر عندكم، الخاطر رب العالمين. طيب. الخاطر الحسن الحسين. سيدة أم علاء، نعم وصلت الرسالة. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، والله يكون بعونكم وإن شاء الله صوتك يوصل. ويانا السيد أبو ميثاق من الأنبار، تفضل يا أبو ميثاق. أبو ميثاق بس نص صوت التلفزيون لو سمحت، وعليكم السلام. نص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك. نص صوت التلفزيون يا ابو ميثاق. والله نصيت على الاخير. الله يسلمك، تفضل حياك الله. استاذ محمد احنا نريد نفهم هذا العفو العام. نعم. صار لنا نسمع به تقريبا اليوم 3 سنين مدري 4 سنين. نعم. يعني هل الحكومه توقع يعني شنو تال السجناء؟ بتريد نعرف مصير السجناء المقيدين المفقودين. نعم. يعني شنو تالي؟ يعني هذا العفو العام يعلم الله يمكن صار لنا 4 سنين لو 3 سنين من نسمع به راح ينطونه وراح ينطونه. نعم. ماكو ما حد نفى ولا حد صدر راما. ليش برايك يا ابو ميثاق؟ والله برايي يعني ما ادري السبب، ما ادري من الحكومه، ما ادري لازمينها ميليشيات، ما ادري. هي كلها بيد ايران وامريكا وهي بيد الدول العالم. نعم. فاحنا نطلب من الحكومة من الكاظمي العفو العام. طيب أنا يعني أسألك سؤال سيد أبو ميثاق، وحضرتك جاوبت أصلا قبل شوية على هذا السؤال. يعني صار لك شقد تناشد بالعفو العام، وصار لها شقد الحكومة توعدك بالعفو العام؟ والله يعلم الله صار لها بال4 سنين 3 سنين. تتوقع الكاظمي حيصير مختلف عن غيره ويحقق لكم هذا الوعد؟ والله هو من هو اللي حط الكاظم؟ هم المتظاهرين حطوا رئيس. لا 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 غلطان يا ابو ميثاق. المتظاهرين المتظاهرين ما حطوا مصطفى الكاظمي، الاحزاب هي اللي جابته. هم اختاروا سيد ابو ميثاق، يعني ثوره تشرين ما اختارت مصطفى الكاظمي وكان مرفوض. يعني اي بس يعني 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 هل تعقلها؟ هو رئيس مكان مدير استخبارات، هل تعقلها؟ عفو عام صار اليوم 3 سنين مدري 4 سنين نطالب به الحكومة وماكو. طيب سيد أبو ميثاق وصلت فكرتك، أنا أشكرك طبعا، وأريدك بس تصحح معلوماتك إن شاء الله للمستقبل. المتظاهرون لم يختاروا مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي لم يأتي بانتخابات نزيهة، مصطفى الكاظمي جاء بترشيح الأحزاب. المتظاهرون طالبوا بإسقاط النظام، ب يعني إخراج نظام انتخابي عادل مستقل، وإجراء انتخابات في ظروف بها إشراف أممي حتى يتم اختيار الوطني النزيه لحكم العراق. مصطفى الكاظمي ليس من اختيار المتظاهرين يا سيد أبو ميثاق. ويانا أبو محمد من الفلوجة، تفضل. أبو محمد من الفلوجة. طيب فقدنا الاتصال. السيدة أم مزهر من صلاح الدين، تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد. الله يسلمك، الحمد لله. أستاذ محمد مشكلتي يعني أم عراقية. نعم. أم مظلومة. أم محرومة بين ابنها. نعم. يعني اريد من الله ومنكم توصلون صوتنا للمنظمات للدول. احنا نريد ولدنا، صار لهم 5 سنين. يعني من 2015 الظلام يجون ياخذونهم من المخيمات. من هم الظلام ذولا؟ شو مسوي؟ هم سرايا السلام. سرايا السلام. سرايا السلام جت سيارات اخذتهم ومشت. سرايا السلام. نعم. حطونه بالمخيمات واخذوا ولدنا، واستبس النسوان والله. ما اقل الظلم كلها اخذوها. نعم.
ابني نعم. اول مو ابني مواليد 99 اخذوه. نعم. يعني احنا شنو ذنبنا؟ نعم. لا حول ولا قوة، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. الله يكون بعونك يا سيدة أم يعني مزهر. احنا شنو ذنبنا؟ ابني انا صار لي 5 سنين، ابني وابن الأخرى وابن الأخرى كلها ماكو. نعم. ماكو ما لهم أي أثر. كلهم على وين؟ يقول لك اسكت أنت، تسكت غصبا عليك، لأن إذا نحكي راح يقول لك يتعامل وياك بقسوة. نعم. إذا طالب ابنك تقول له ابني وين، يتعامل وياك بأسلوب يعني مو خوش أسلوب. ذولا سرايا السلام ذولا. اي طبعا. نعم. زين واحنا لحد هسه انا بس هاي هسه انا جاي احكي وياكم، ماكو منظمة دولية لا دولية ولا ذاية عراقية طبت هنا واخذت معلومات ابد. نعم. يعني شافت معاناة الناس، هاي الناس قضية النساء المظلومة، يعني شنو ذنبهن؟ ابنها 4 من ولدها ورجلها، والمفروه من عندها 2 والرجلها ماكو، والايتام هذول يتعايطون، شنو ذنبهم 5 سنين؟ العايشه ابنه مقمطه تسلمه. نعم نعم. ليش ما هم سرايا السلام ما عندهم امهات؟ ما يحسون؟ احنا نعتب على الكبير مالهم. نعتب على الكبير، لان احنا امهات قلوبنا محروقه. نعم. بس شو نقول؟ حسبي الله فيهم، حسبي الله. طيب انا اشكرك يا سيده ام مزهر من صلاح الدين، والله يكون بعونكم ويوصل صوتك للمنظمات اللي ناشدتيها. وطبعا سرايا السلام هو بعد لحظات بس خلينا نخلص الاتصالات ونتكلم على نقطه زعيم ميليشيا سرايا السلام. ويانا السيد ابراهيم من بغداد. ابراهيم لو ام ابراهيم. ابراهيم تفضل يا ابراهيم. ابراهيم من بغداد ما موجود. يوسف من بغداد. السيدة أم يوسف عفوا. أم يوسف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك الحمد لله. بس دائب. تفضل يا أم يوسف. بالمعتقلين يعني هسه إحنا عندنا تنازل. نعم. زين. نعم. وصار يعني ما يقبلون يطلعوا الحكومه، ليش يعني شو يريدون بعد؟ اللي عنده تنازل والمشتكي راح انه تنازل بعد. نعم. هم مشلبين ليش؟ على مود يعني يبيعوا لهم الطاوه ب 300,000 لو على مود البوتيت الكيلو ب 10,000 دينار. وبالنسبه لقناتكم هم صار من يعني 2003 تحكون عن المعتقلين واحنا قلوبنا مفرطحه، هم كل حال ماتوا. مخابركم نحكي وياكم هم كل حال ماكو، بس تسمعونا اصواتنا، احنا نريد حل، احنا قلوبنا محروقه. طيب. احنا ترى يعني اولادنا شبعانا ضيم. نعم. يعني انتم بس تسمعون قصص وهذا هو، احنا نريد فعل، نريد فعل من القناه، نريد فعل. نعم. نقتبس خطوه ايجابيه. طيب. يعني هم يشوفون حالنا، يشوفون الضيم مالتنا، يشوفون. نعم. اولادنا شلون بنعاني بهاي الاوضاع، تبيعوا. نعم. لهم الطاوله ب 300,000، تبيعوا لهم الملابس، استاذ. نعم. محمد عرفية يعني احنا ناشدكم وناشد القناة مالتكم انه بس تتحرك. نعم. لا بس تظل تسمع يعني قصصنا. طيب. احنا نريد فتح حل، تعبنا بس يسمعون كلامنا وكل حل ماكو. نعم. يعني احنا بس نعرف قصصنا. سيدة ام يوسف طبعا انا اشكرك واتمنى تسمعيني هسه من التلفزيون حتى يعني نقول كلمتين باللي تفضلتي به. انت معذوره طبعا، والله يكون بعونك، الحرقه اللي بداخلك والالم يعني اكيد معذوره على كل كلام تفضلتي به. سيده ام يوسف، احنا قناه فضائيه، مؤسسه اعلاميه، وظيفتها كشف الحقائق وايصال صوت الناس. ليست لدينا صلاحيه او قدره بحل هذا الملف. ليست هناك قدره لمؤسسة فضائية إعلامية أن تتدخل بهكذا أمور، ليست هناك قدرة. الموضوع إحنا دا نكشف للعالم ونكشف للي دا يحاول يسد إذنه أو يغمض عينه حقائق اللي دا تصير بالعراق الآن. هذا دورنا وهذه وظيفتنا كمؤسسة إعلامية. نحن لسنا هيئة تنفيذية أو جهة تنفيذية حتى نروح نحل هاي المشاكل. نسعى ما بوسعنا عن طريق التواصل مع الهيئات الوطنية، عرض المشاكل، عرض قضايا العراقيين، والهيئات الوطنية هي التي تتحرك. فإن شاء الله تطمني من ناحية أنه شغلنا مدى يروح هباء ودورنا مدى يروح هباء، بالعكس هو دور كاشف للحقيقة وفاضح للانتهاكات الحاصلة في العراق. أكو عاد دور
الجهات الوطنية المعارضة هي التي تتحرك بهذا الخصوص. احنا مؤسسة إعلامية بس حتى ليس الخلط. ردا على او يعني تعقيبا على كلام السيدة ام مزهر اللي تقول سرايا السلام، مقتدى الصدر قبل يومين نزل بتغريدة يتكلم بها عن فضائل شهر محرم ويوم عاشوراء واستذكارا لنضال وطريق ودرب الذي سار عليه الإمام الحسين عليه السلام، ويتكلم عن العدل والحق وهذه الصفات الحميدة. مقتدى الصدر هو زعيم ميليشيا سرايا السلام الآن، وكان زعيم ما يسمى بجيش المهدي سابقا، الذي قتل وحرق وسرق واغتصب واعتقل وخطف ويعني اغتال ومسلسل طويل عريض من الجرائم والانتهاكات. الآن أصبح أيضا بشكل جديد ميليشيا سرايا السلام محتلة صلاح الدين، تعتقل الناس، تخطف الناس، ما حد يعرف وين أبنائهم. راعي الفضيلة والإصلاح هو زعيم ميليشيا وقاتل، وطبعا هو يسير على دربة الكثير من أبنائه أو من تربيته مثل قيس الخزعلي واثق البطاط وأوس الخفاجي وكل من طلعوا من جو إيد مقتدى الصدر من ميليشيات وزعماء عصابات. ومثل ما قال السيد أبو علي من النجف، احنا عناصر بالحشد اتطوعنا، بس لما شفنا هاي الأشكال موجودة تقتل على الأساس الطائفي وتحرق وتسرق وتختصب، طبعا تركنا الموضوع لأن ما يشرفنا نكون بشيء اسمه الحشد وموجودين بهؤلاء. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام. أنا أشكركم شكرا جزيلا لكل من شارك ولكل من تفاعل معنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.